خوف بقى، وانت عارف انا بتكلم يعني كتير قوي من الناس هتطلع تقول لك لا، او طب يبقى كده ليه بقى انتوا بدأتوا الدوري ليه والدوري ما كانش، يعني هنرجع تاني لموال ما كانش الدوري يتلعب، طب وانتوا هتكملوا الدوري ازاي؟ يعني الدوشة دايما اللي بتحصل رغم ان في حلول، والحلول دي بتكون حلول منطقية، لكن دائما وأبدا هتلاقي ناس بتشتغل في الحتة التانية انك تحاول تشوش برضو لو في حلول بيبقى في معوقات يعني هو ده القلق. ما هو كل دول لو اشتغلت صح، واحنا اللجنه انا مالي باللي بيقول، الا لو قالت الانديه بنفسها هي اللي بتعترض عليها وعماله تقول انت عملت كده ليه وانت وانت، عندي انا لائحه اعتقد في طبقها ممكن بعض الانديه، انا متوقع مفيش مشكله انا متوقع خالص، ان في انديه تطلع تقول لك عندي لائحه عندنا طبقها. مشكله. هي تبدا انه لو سالني حتى لو بصوت يعني اكثر من مسموع هنقول سالني باستهجان كمان من حقه ان ارد، ما عجبوش الرد عندي لائحه اطبقها عليه، ما انا مش هاخد راي التلميذ ها ازاي يذاكر وما يذاكرش، ولو ما عملش الواجب العقوبه ايه، ما انا مش هاخد رايه. ده حقيقي حاجه غريبه جدا برضو، يعني احنا بص عاملين حساب ايه، وحضرتك بتكلمنا كابتن هاني عاملين حساب وهيقولوا مين هم، احنا متعودين، انا بتكلم انا متوقع كده، لكن انا ده توقع وبيحصل دايما. اللجنه الخماسيه زي ما انت قلت بيبقى في قرارات واضحه والله، وده المطلوب الفتره اللي جايه، احنا طبعا مستنيين عندهم فرصه عمرهم يعملوا عمل نبيل للكره المصريه، يعني انت بتعتبر ده فرصه بالنسبه لهم كمان، مش ضغط عليهم، في قرارات واضحه وان ما يعملوش بلالين اختبار ويرموها وبكره الصبح يقول لك مين قال هناخد الاربعه اللي ورا بعض، وبعد بكره تلاقي حد سرب خبر عشان يقول لك ايه لا هنعد النقط زي اللي شرحناها انا وحضرتك الحاجات اللي كانت وبعدين بتحصل. يلاقوا مين قال كده، لسه الناس ما اجتمعتش، لسه الناس ما عادتش، عليهم انهم يعملوا حاجات كتاب تاريخ الكره المصريه في الفصل بتاع السيد عمرو الجنايني والذين معه هيذكر اما صالح الاعمال اما انهم يكونوا فوتوا على مصر فرصه عالميه وهتيجي ان شاء الله، بس في تاريخهم هم ان مصر تبقى فيها كوره بمستوى ادائنا كبلد في عنوان مصر الجديده اللي متفقين عليه انا واغلب الشعب المصري، وايضا في طريقهم لنشر ثقافه احتراف بعد ما تم اختيارهم للتجويد، حتى احنا عايزين منهم الاول البيزك الف ب قبل التجويد كمان، فلا هتقدم لي ده ولا هتقدم لي ده، مش كل حاجه تبقى مبطوله. لا بقى طبيعي طبيعي مظبوط، هو كمان احنا بكره هنبدا الاسبوع ال 24 ناقص بالظبط يا استاذ عصام 10 اسابيع، يعني 10 اسابيع في تمام الدوري. تمام انا في رايي وارد جدا وممكن جدا ان خلال الفتره اللي جايه لغايه 20 اكتوبر، انت بتتكلم دلوقتي في احنا النهارده واحد 20 وشهر يعني حوالي 50 يوم، يعني 50 يوم يعني يعني ممكن جدا، مش الموضوع مش زنقه قوي للدرجه دي، ممكن خالص تتدبر بشكل او باخر، يتحط الجدول من دلوقتي ويتبني عليه، فدي نقطه هنشوفها من خلال طبعا زي ما انت بتقولت احنا مستنيين كمان ايه اللي هيطلع من اللجنه الخماسيه، هيحلوا القصه دي ازاي، هم اكيد بياخدوا وقتهم شويه، اكيد بيقعدوا مع بعض ويشوفوا افضل الحلول ايه. مش معقول كل حاجه لا تعليق، والاكثر دهشه انه لو جيت نسال هيرد بكره او بعده في اقصى دير يقول لك ايه اصل لما يبقى يوصل لنا رسمي، اكن فكره انه على الميديا بتاعه الكاف ده وصل، ده وصل رسمي، انا بقول لك اللي هتسمعه، ما هو رسمي ده يبقى لازم اصلا انا معايا اصلا اكيد لو معايا نزوره منه دي اللائحه اللي الزملاء دي اللائحه نزلوها بالظبط، هو بقى يقول لك الاعداد هنا الدالي ديت، فقال لي دي الاول لازم الاستاذ عصام عبد الحميد يمضي عليها والاستاذ علي عبد الحميد يمضي عليها عشان تبقى رسمي، فتطلع للجنه فوق فتتسرك برقم تتسرك عشان تتحط في الاجتماع، غير كده ما احنا عارفين انها جت لغايه لما يبداوا يقعدوا. في هذه الاثناء كله بيبقى مستني يسمع نبض الشارع، نبض الشارع مش هيدير الكره يا كابتن هاني، نبض الشارع. طب هو ليه يسمع من نبض الشارع؟ ده هو المفروض احنا اللي نسمع نبض اللجنه الخماسيه. دي كل المواقف اللي حصلت، الفار ما حدش عايز يطلع يعبرنا ويرد علينا البروتوكول ازاي، قبل كده شكت الانديه الاغلب الاعم ان 14 نادي بعتوا ايميلز وبعتوا فاكس على قديمه خالص، وبعتوا مع مخصوص اللي هو الجواب بتسليم يد تو يد ده مش هاند تو هاند، ومحدش رد عليهم في حاجه. اشياء الحقيقه لا يمكن ابدا ان احنا
الا ان في يعني في افضل الاحوال نطالب بانه بقى ايه كفايه لغايه كده وعلينا فعلا البدء الفوري. البدء الفوري وخلي بالك الريتم سريع خلاص، انت كل الاتحادات الدوليه بتشتغل دلوقتي، الاتحاد الانجليزي نزل الدوري بتاع السنه الجايه، الاتحاد الالماني كذلك، الاتحاد الايطالي كذلك. أنا اخشى بس هي عمليه اخشى بس يا رب ما اسمعهاش ان ما اقولكش احنا مش المانيا، مع ان احنا المانيا مصر هي المانيا في يعني افريقيا زي ما المانيا بس كورونا في العالم كله، ايه اللي فرق كورونا عن مصر بس يعني. لا وفكره احنا مش دي لا تليق مع مصر الحقيقه، لا مصر في افريقيا هي المانيا في اوروبا. الموضوع سهل جدا، كل الحكايه انك تجيب حد بيترجم.